محمد البغدادي صاحب مطعم يعتبر من أقدم المطاعم بمدينة الحلة. يشتهر البغدادي بتقديم طبق الكبة، الأكلة اللي يتفق على حبها الجميع ويطلبها كل زبائن هذا المطعم. البغدادي ورث صنعة الكبة أبا عن جد مثل ما نقول بالتعبير الدارج، وبقى محافظ على رونقها رغم تقادم الأزمان على الأماكن والناس. 120 سنة من أجدادي، أجداد أجدادي وآبائي وأخوتي، وآخر عنقود هو أني أشتغل بهاي المهنة بالكبة، وعيت أني وعيت على أهلي كبتشية يشتغلون كبة، يعني عمر 7 سنوات عنا نفطر بالسوق، السوق الكبير نبيع كبة، ما نخلي أرياح للحم، اللجعة مال اللحم، اللجعة تصير شلون الحراق، هاي تصير الريحة مالته، يعني إذا خلينا أرياح صارت اللحم، صار اللحم غش. قبل ماكو مطاعم بكثرة بال 63، يعني قهوة وإحنا بصفها مبسطين ياخذ معونة يقعد بالقهوة ياكل. أغلب مرتادين هذا المكان صار لهم سنوات طويلة زبائن دائمين، لأن أكلة الكبة تعتبر طقس من طقوس بعض أهالي الحلة، خصوصا الناس اللي تشتغل بالبناء والمهن اللي تحتاج طاقة بشرية في أوقات الصباح. أكلاتنا إحنا الصباحية هسه والغدا، الكبة هسه ماشية غدا وعشاء وريوق. الزخم اللي يصير عندنا صباحا يعني تبدي من الساعة 3 إلى الساعة مثلا 1 الظهر إحنا نشتغل. المخلمة نفس العملية، اللحم مال الكبة، لحم الكبة للمخلمة. نفس أي أضافة الباقلة والدهن الحر، دهن الحر براسه. بعض الأكلات العراقية أصبحت جزء من التراث، والحاج محمد البغدادي وأمثاله إلهم الفضل بالحفاظ على طريقة عمل وتقديم هاي الأكلات. من مدينة الحلة الفليثي الرشيد.